سي محمد كان طالع السطح كيصيف البارابول وزرا زلق طاح، ملي طاح على طروازيام هزينات دينا الجديدة. المهم دخل الإنعاش، ملي دخلوا داكشي بقينا حنا معاه بالراديوات ودرنا لي ريم ودرنا وقفوا معنا الناس باش درنا لي ريم وداكشي. المهم بقى في الإنعاش، بقينا دائما كيتعالج وداكشي. برك تقريبا شي شهر وعشر أيام في الإنعاش، طلعوه الفوق برك شي 15 يوم. مني جا فيه طياب في ظهره وعنده مشكل في رجليه. صافي مني جينا للدار خرجت ليه الطبيبة ديالو واحد الفانيد، بقينا كناخدوه ليه شوية. بدات هذيك الضربة اللي في ظهره غدو كتزاد غدو كتزاد، بقيت كنداويها أنا واحد الدري كيعاوني وداكشي عليها، ديما كنداويوها هي وغدو كتزاد، ما كتنقش غير هذو كتزاد. صافي أي بومادة كيقولوا لي جيبيها كنجيبها، أي دواء كيقولوا لي جيبيه كنجيبو. جنالي واحد الطبيب تاني عطاه أونتيبيوتيك تاني كيشرب فيه غادي هو لور لور. المهم أنا تمحنت بزاف معاه، دابا بغيت كنطلب من الناس ومن المحسنين يشوفوا من حال هاد الدري، لأن ما بغيتوش يبقى بحال هكايا، حيت ما كيبرك ما كينوض ما حتى شي حاجة، خاصني ندوروا على جنبه. والأكثرية كنكون بوحدي في الدار، خاص لي يعاوني عليه ومحنة بزاف أنا واكلة الشحط بزاف. المهم هذا هو اللي كاين، دابا كنطلب من الناس ومن المحسنين باش يعاونوني على هاد الدري، ما بغيتوش يبقى في هاد الحالة، حيت كنبغي نبركو ما كيبركش، كنبغي ندورو على جنبه ما كيدورش على جنبه، كنديروه في الكروسة كتجي غيبوبة كتجي دوخة، وغادي غادي غادي المرض وكيتطور فيه، غادي الدري في النقص، ما غاديش في باش يتعاب، ما غاديش كيبان لك تحسن، ما كاين لا تحسن لا والو. المهم دابا أنا ما بقيتش قدرت نشوف فيه بحال هكا في الدار، أنا بغيتو يمشي للسبيطار، بغيتو يمشي للسبيطار، وأنا ما بقيت جهد عليه. أنا كنت كنخدم كنت كنعاون راسي، دابا انا كاريه وباركه وحده من ليكوش وحده من الدوايات، كيعاونوني الناس، داكشي اللي كيعطيوني الناس ما كافينيش، اللي كنكون بيه هو مع ليكوش ديالو مع الدواء ديالو. دابا راه كتشوفوا الحاله اللي هو اللي وصل ليها، دابا تقريبا يومين هادي ما كياكل ما كيشرب، وهذا غادي غير في الدوخه في الغيبوبه، غادي غير زايد في النقص ديالو، هذا هو اللي كاين. نعس تقريبا شي شهر ونص وما في شهرين في السبيطار. مني خرج من السبيطار، هو مني كان نعس في السبيطار ما كانش كيهضر، في الاول مني كان في الانعاش ما كانش كيهضر، كان معت من عنقو، خدينا لي لاباراي درنا لي العنقو، درنا لي ريم بين لينا بانه راه عنده نزيف في راسو، عنده نزيف في ظهرو في عمود الفقري. المهم هذا هو المشكل، كانوا قالوا لنا في الاول راه تشلل شويه، قالوا لنا في ليرين بانه راه ما مشللش، ولكن دابا الحاله راه الحاله كتبين، الا ما دورتي لي رجلي ما يدور، ولا ما دورتي هو ما يدور، الا ما قعدتيه ما يتقعد. كنا بعض المرات كنكون بوحدي ما كنقدرش نقعدو، هذا هو اللي كاين. انا تكرفصت بزاف، انا بغيت هاد الدري ما بغيتش نبقى نشوفو في هاد الحاله، بغيتو يتعالج. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.